وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب يفتتح الطريق الجديد والبوابة الجديدة لجامعة النهرين، والذي يشكل أهم المشاريع الحديثة في الجامعة. البنى التحتية متكاملة في الجامعة، خصوصا جامعاتنا اليوم حقيقة مع زيادة نسبة السكانية تحتاج إلى بنى تحتية إضافية. نأمل إن شاء الله من الحكومة القادمة ووزارة التخطيط وكذلك وزارة المالية الاهتمام بالمشاريع التنموية للجامعات، وكذلك وزارة التربية. التربية والتعليم أساس البلد، الاهتمام به هو الارتقاء بواقع البلد بالخبرات بالكفاءات، الارتقاء بالواقع الصحي، الارتقاء بالواقع القضائي، الارتقاء بالواقع الأمني. عندما ترتقي الجامعات تكون مخرجاتها إلى المؤسسات، فبالتالي عندما تكون رصينة معناته جميع المؤسسات راح تكون بالمستوى المطلوب. اليوم حقيقة بدأنا خلال هذه الفترة رغم الجائحة الصحية، رغم الظرف الاقتصادي، تشكر وزارة المالية، وزارة التخطيط، الجامعات، الجهد التكاملي بين هذه المؤسسات لاستدامة هذه المشاريع. اليوم حقيقة احنا أيد جامعاتنا البنى التحتية ما ترتقي أسوة بالجامعات العالمية، وكذلك البحث العلمي، ونأمل من الأساتذة كذلك والإداريين والفنيين في الجامعة الاهتمام، كل واحد من عندهم هو مسؤول عن هذه الجامعة. بالحقيقة هو هذا المشروع مشروع قديم، يعني شارك في إنجازه هي يعني عدة آراء متكاملة كانت من قبل مديرية المرور العامة وأيضا جامعة النهرين وجامعة بغداد وأيضا يعني الجهات المسؤولة حول خلية الأزمة لفقر اختناقات في محافظة بغداد. فبدأت خطوات المشروع واكتملت جميع الخطوات والبنى الأساسية إليه، بقى فقط عملية الإكسار، لكن نتيجة للظروف المالية تمر بها الجامعة ويمر بها البلد بصورة عامة توقف العمل بهذا المشروع. لكن بوجود مباركة من قبل معالي الوزير تم تمويل المشروع من قبل الوزارة وإكمال الإكساء. الهدف عنده هو تخفيف الزخم على جسر الجادرية، نأمل أن يكون هذا جزء من الحل، يعني على الأقل نكون سيارات جامعة النهرين تدخل مباشرة إلى الجامعة دون المرور بالترافيك لايت وخلق أزمة واختناقات خاصة فترة الصباح، نأمل يكون جزء من الحل. ويهدف الطريق الجديد إلى تقليل الزخم الحاصل خدمة لجامعتي النهرين وبغداد، والذي أكدت على أهميته مديرية المرور بشكل كبير. وجود 4 أبواب للدخول لجامعة النهرين وجامعة بغداد لابد أنه راح تخلل الكثافة، بس إحنا اللي نطمحه، أنا طرحت على السيد معالي وزير التعليم العالي وكذلك على رئيس جامعة النهرين وفاتحنا دائرة المشاريع، احنا الحل الامثل تخفيف الكثافة، نشوف العبء والمشكلة الاساسية عبور الطلبة والموظفين ما بعد الساعة 12 الظهر من جهتين تقاطع الجادرية. الحل هو جسر مشات كهربائي يتنفذ بصورة سريعة انقاذا للكثافة اللي تصير بتقاطع الجادرية. احنا تواجد مروري عندنا ضباط، آليات، دراجات، كرينات موجودة، بس ما نقدر نمنع الطلبة من العبور على الجهتين والموظفين بتقاطع الجادرية بهذا الوقت، خصوصا ما بعد 12 الظهر لحد الساعة 4 العصر. هذا المشروع يأتي منطلقا لمشاريع أخرى داخل جامعة النهرين في طور التأهيل من بنايات وقاعات دراسية ومختبرات علمية أخرى. أمير غازي، جامعة النهرين.